مليون قطر نقول لكم صباح السعادة وصباح الجمال والأنوار لكل من قاعد يشاهدنا اليوم من برنامجكم اليومي في الضحى. أكيد نخص بالتصبيح أبدا ودائما كل أمهاتنا اللي قاعدين يشاهدونا اليوم وحتى الأمهات العاملات، كل زملائنا وراء الكواليس وزميلي اللي راح يشاركني تقديم حلقة اليوم فيصل إبراهيم. صباح الأنوار يا فيصل. يسعد لي صباحك يا شيخة، أنت دائما تصبحين على أبهاتنا وأمهاتنا وأيضا خواتنا، لكن بعد نصبح على أصدقائنا وربعنا وين ما يتابعونا سواء كان في داخل قطر أو خارجها، فنقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في الضحى. من خلال ساعة واحدة راح ناخذكم في العديد من المواضيع والتقارير اللي إن شاء الله بإذن الله راح تهمكم، وأيضا نسلط فيها الضوء من خلال استضافتنا لضيوفنا اللي راح يكونوا معنا في الاستوديو أو أيضا من ضمن الاتصالات الهاتفية. شيء جميل ان احنا راح نتكلم اليوم عن بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، راح نتكلم عن السياحة. طبعا السياحة يمكن البعض يجهل هذا الموضوع، لكن السياحة هي تعتبر احد الموارد الأساسية لاقتصاد البلدان. فمثلا على سبيل المثال في بلدان في اوروبا وايضا حول العالم يعتمدون اعتماد تام على مصدر السياحة على اساس انه يكون مصدر دخل لهذه الدولة، يستخدمون الموارد اللي عندهم وايضا يوفرونها لاجل استقطاب المزيد من الزوار عشان يزورونهم سنويا. اكيد، وخاصه اذا كانت الدوله فيها اماكن كثيره يعني تأهلها ان يكون فيها سياحه عالميه، بالذات اذا كان فيها اشياء فيها اثار، مثل بعض الدول تعتمد على الآثار الموجودة عندها لجذب السياح. صحيح. وصارت السياحة أصلاً المحرك الاقتصادي الأول مثل ما قلت لبعض الدول، خاصة إذا كان طبعاً مش في زمن الكورونا، لأن كل شيء طاح في زمن الكورونا، لكن ما قبل الكورونا كان فعلاً المحرك الأساسي والرئيسي لكثير من الدول ومصدر دخل كبير جداً لبعض هذه الدول. بالضبط، وأغلبية البلدان حالياً لجأوا لموضوع اللي هو مثل مصطلح يسمونه الستيكيشن، يعني ان انت تكون موجود في بلادك لكن تقضي اوقات سياحيه في المعالم والمنتجعات اللي موجوده في بلادنا الحبيبه قطر، وايضا في البلاد الخارجيه كل واحد وين ساكن فيقدر اللي هو يقضي اوقات السياحه الداخليه في النشاطات اللي موجوده في بلاده. وايضا مش بس هذا الموضوع، أغلبية العالم حاليا توجهوا إلى موضوع الاستدامة، الاستدامة في السياحة، في الاقتصاد، في أيضا في الأعمال. فالموضوع احنا نتكلم عن موضوع الاستدامة، فموضوع الاستدامة هو شيء جدا جميل، أن الواحد شلون يقدر ياخذ الموارد اللي عنده ويرجع يستخدمه مرة ثانية علشان يدخل له مصدر دخل. شيء جميل أن أيضا هذا الموضوع ما لا ينطبق بس على السياحة، حتى أيضا ينطبق على الفرد في بيته. فطبعا شيء جميل بعد أيضا من المجلس الوطني للسياحة أنه قاعد يشجع الناس من خلال العروض، من خلال المتاحف، من خلال أيضا الأماكن الأثرية اللي موجودة في بلادنا الحبيبة قطر، أنه اطلع اكتشف. وايضا من خلال تلفزيون قطر احنا حرصنا كل الحرص احنا وزملائنا ان احنا نسلط الضوء على السياحه الداخليه وايضا الاماكن اللي موجوده في بلادنا الحبيبه قطر ووين الواحد ممكن يروح. لكن من السياحه الداخليه راح نطلع وياك مع مشاهدينا الكرام، نروح لزميلنا خليفه في وين هو موجود حاليا، بنشوف منه التفاصيل. صباحك الله بالخير يا خليفه. صباح الخير زميل فيصل، صباح الخير زميله شيخه، دائما نصبح على امهاتنا ابهاتنا شبابنا وعيايزنا الكبار ونقول لهم عساكم على القوه والله يعطيكم الصحه وطوله العمر، وايضا صبح على جميع مشاهدينا داخل قطر وبرا قطر. احنا اليوم متواجدين في السوق السيليه المركزي، ويمكن اللي ما يعرف سوق السيليه المركزي اللي جاي من تقاطع المناصير باتجاه القرب راح يوصل السيليه، وهناك بعض الألواح الإرشادية أو اللوحات الإرشادية اللي توجه إلى سوق السيلية المركزي. وقبل لا نبتدي هذا النقل مع المحلات أو نشوف المحلات وأسعارها وبضاعتها، نتكلم عن السوق المركزي ونشكر أيضا الأخوان في حصاد على هذا الترتيب. اليوم أصبح سوق السيلية المركزي مزار لأمهاتنا أبهاتنا شبابنا وعيايزنا اللي قدروا يجون حتى على الكراسي المتحركة إلى السوق لتقضون أشغالهم أو بضاعتهم. وهناك سوق الكيلو أيضا والسوق الشعبي اللي هو كان السوق العماني سابقا، أصبح اليوم السوق الشعبي متواجد في سوق السيلية في جزء من الأجزاء، وهناك أيضا البضاعة اللي تباع بالكراتين اللي هي بالجملة أيضا موجودة تحت سقف مكيف وفي سوق راقي جدا جدا جدا. خلونا نشوف
اول محل هني نبتدي معاه ونشوف البضاعه من وين يجيبها واسعارها. تفضل معاي هني، تفضل معاي. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب خلينا نروح هناك اول شيء. قل لي مشروم مال وين؟ مشروم مال الدوحه. مال الدوحه؟ ايوه. على كم؟ قلت لي 5 ريال الواحد. 5 ريال قوطي الواحد؟ طيب فاصوليا؟ فاصوليا مال ايرانيه. على كم؟ هاي كيلو 18 ريال. كيلو 18. البوكس 18 يعني. البوكس 18، الكيلو؟ كيلو 80 ريال. طبعا في تسعيره مال البلديه ووزاره الاقتصاد. موجوده. نعم يقدر يسال عنها اي زائر للسوق. الخس الامريكي؟ خس امريكي، هاي مال ايراني مش امريكي. اكيد بس الشكل امريكي. يسمونه خس امريكي، هذا اللي تشوفونه المدور يسمونه خس امريكي، طبعا مصدره ايران. وسعر الكيلو كم؟ كيلو 4.5. 4.5. يقول كوسة مال وين؟ كوسة ايراني. ايراني. على كم؟ اي صندوق يجي 6 كيلو 27 ريال. اعطني سعر الكيلو لان هني تقريبا سوق الكيلو. 4.5. جزر؟ جزر مال ايراني. كم الكيلو؟ كيلو 3 ريال. شمندر؟ شمندر ايراني. ايراني. على كم؟ كيلو 5 ريال يجي. 5 ريال. زهره؟ زهره ايراني بعد. على كم؟ كيلو 4.5. 4.5. ثوم؟ ثوم جوتيك 1 كيلو فيه. 4.5 ريال. 4.5 تقريبا الكيس الواحدة. فلفل بارد الأصفر والأحمر؟ أي مال هولندي كيلو 18. هولندي كم الكيلو؟ 18 ريال. 18 ريال. بصل أبيض؟ بصل أبيض مال إيراني كيلو 3 ريال. كيلو 3 ريال إيراني. بروكلي؟ بروكلي في واحد إيراني يجي كيلو 7 ريال، هولندي في 18 ريال. هولندي 18 ريال وإيراني كم؟ إيراني 7 ريال. 7 ريال الإيراني. نقول الباذنجان؟ باذنجان كيلو 3.5. مال وين؟ إيران بعد. إيراني بعد. طماط؟ طماط إيراني بعد. إيراني. على كم؟ 3 ريال كيلو. 3 ريال. خلينا نشوف الشبت والكزبرة وغيرها كم أسعارها. على كم البقدونس؟ أي بقدونس كيلو 11 ريال، في قوتي ريالين ونص. الرابطة كم؟ ريالين ونص. ريالين ونص. شبت؟ نفس الشيء. والبقدونس نفس الشيء. فلفل حار؟ فلفل حار اردني كيلو 10 ريال. ليمون مال افريقي 4 ريال كيلو. 4 ريال كيلو. مشكور. خلوني اشوف المحل الثاني ايضا. عنده وين راح؟ وين اختفى عني؟ وينه؟ تعال يا حجي، تعال الله يحفظك، لان عنده انواع ثانيه. خلينا نبتدي هني. طماط مال وين؟ طماط مال تركي. تركي. على كم؟ هاي 16 ريال. 16 ريال الصندوق. وهذا؟ اي مال ايران. ايراني كم؟ 23 ريال. 23؟ ايوه. كم كيلو فيه تقريبا؟ اي 12 كيلو. 12 كيلو؟ أيوة. يعني كبير. ارفع لي الصندوق معليش. لا الصندوق كامل. ارفع خلينا نشوف عشان نشوف المشاهد. صندوق عود. صندوق صراحه كبير. نزله. خلينا نشوف. تعال هني. تعال معي هني. تعال اطلع لي هني. معليش طلع لي هني. فلفل بارد مال وين؟ هاي فلفل بارد مال ايران. مال ايران. على كم؟ 3 ريال. 3 ريال. باذنجان؟ باذنجان مال الدوحة. مال الدوحة. على كم؟ 12 ريال. 12 ريال صندوق ولا الكيلو؟ صندوق. صندوق 12. يقول فلفل بارد. فلفل بارد ايران. ايراني كم؟ اي 10 ريال. 10 ريال. خلينا نشوف بعدش عندك. بوبر هذا؟ اي بوبر مال سريلانكا. مال سريلانكا. على كم؟ 8 ريال. 8 ريال. لومي؟ لومي مال فيتنام. مال فيتنام. يعني شو مثل ما تسمعون السوق مشكل ما شاء الله من دول كثيرة. على كم الفيتنامي؟ ليمون 4 ريال. 4 ريال. هذا أفريقي. أيوة أفريقي. الأفريقي على كم؟ هاي كيلو 4.5. 4.5 بالنسبة للأفريقي. 4 ريال يمشي. أيوة. يمشي. يقول يعني 4.5 سعره أكيد حكومي لكن يبيع بأربع ريال. نقول بروكلي مال وين؟ بروكلي مال إسبن. استراليا؟ اسبين. اسبانيا. مال اسبانيا. على كم؟ 15 ريال. 15. يقول خلينا نشوف جرجير على كم؟ اي جرجير. على كم؟ حبة ريالين. مال دوحة. زين في عندك جح. الجح على كم؟ جح ريال ونص مال ايران. مال ايران. أيوة. زين علو اللم؟ اي بطاطا؟ اي. اي بطاطا مال باكستان. مال باكستان. على كم الكيس؟ 7 ريال. 5 ريال. كيلو. كم كيلو تقريبا؟ 5 كيلو. 5 كيلو. بصل؟ بصل مال هندي. يقولون شوي غالي البصل لكن نعرف بعدنا بنعرف السعر. كم سعره؟ هذه خيشة عودة ذي. 10 كيلو 24 ريال. 10 كيلو 24 ريال. زين معقول يعني. معقول. مشكور. خلوني اشوف صراحة الفواكه. انا ودي اشوف الفواكه ما دامنا عند محل ايضا. تعال لي يا اخوي. تعال. من بيتكلم معاي؟ تعال لي هني خلينا نسولف وياك نشوف.
بسرعة الله يخليك شوي عشان الوقت بس. كيف حالك؟ تعالي هني، تعالي هني الله يحفظك. كيف حالك؟ الحمد لله. مال وين الجح؟ جه مال إيران. على كم؟ كيلو ريالين ونص. ريالين ما يمشي؟ يمشي ما في. يمشي ريالين. يعني كل واحدة تقريبا فيها 10 كيلو أو أكثر. 10 كيلو، 8 كيلو، 9 كيلو. هذا كاكا؟ كاكا لبناني. لبناني. ايه. لبناني. ايوه. على كم؟ 10 ريال. 10 ريال. ايوه. وهذا الكوك؟ كوك لبناني. بعد لبناني. ايه جاد لبناني. لبناني بعد. ايه. على كم؟ 10 10. 10. الصحون يعني يمكن يشوف المشاهد شوي الصحون صغيرة لكن كيلو؟ ايه قريب كيلو. كيلو تقريبا كيلو وفي تسعير 10 تقول لي 8 ما يمشي. تسعة يمشي مثلا ممكن يقول دائما أصحاب الكيلو اللي يبيعون بالكيلو ينزلون صراحة في بعض الأسعار. زين برتغال مال وين؟ برتغال جنوبي أفريقيا. جنوب أفريقيا على كم؟ 6 ريال كيلو. 6 ريال. كيوي؟ كيوي مال تشيلي. تشيلي على كم؟ 10 ريال. 10. أيوة 10 ريال. نعم نقول تعال خلينا نشوف العنب. خلينا نشوف العنب مال وين؟ عنب تركي. تركي. انا الصراحه يعني دائما يقولون اطعم اذا بيسمح لي المشاهد اني اطعم بطعم. حلو فضل فضل. بدون حب؟ بدون حب. بدون حب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظنا يا رب. بسم الله الرحمن. احفظ جميع المسلمين. بسم الله. حلوه حلوه تغري. على كم الكيلو؟ 6 ريال. 6 ريال الكيلو. والاحمر؟ احمر لبناني. لبنان. لبناني. أيوة. ما شاء الله المنتجات اللبنانية. أيوة. في السوق ما شاء الله متوفرة من جميع الدول. على كم؟ 8 ريال. 8. أيوة. والعنابي يا عيني على العنابي. أصوت. 8 سمسم. سمسم 8. نفس الشيء. رمان. رمان يمني. يمني. أيوة. حلو. حلو سكر بدون بذر. حلو سكر بدون بذر يقول. بدون بذر يقول. أنا ما أقدر أجرب الصراحة لكن يقول بدون بذر. على كم؟ 7 ريال الكيلو. يقول لي تبي تجرب بقص لك. لا 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 تقص لي لكن ان شاء الله كل واحد ياخذه ونصيبه. أيوة. زين نقول سنطره على كم؟ سنطره 8 ريال الكيلو. 8. مال وين؟ جنوبي افريقيا. جنوب افريقيا. طيب تفاح. تفاح مال تشيلي. تشيلي على كم؟ 5.5. 5.5. اشوف المانجا كم؟ مانجا 26 ريال كرتون. مال وين؟ باكستان. مال باكستان. حلو. حلو سكر. حلو اكيد. امين. نعم كم الكرتون؟ 26. 26 يعني كيلوين. كيلو وين فيه؟ ايوه يعني 25 اكيد بيبيع 25. تين مال وين؟ تين مال ايران. مال ايران ما شاء الله. صحن تقريبا صحن عود على كم؟ 15. 15. شمام. تمام مال ايراني. ايراني على كم؟ كارتون 35. 35. مشكور مشكور يا أخوي مشكور. مثل ما شفنا أعزائي المشاهدين في سوق السيلية المركزي اليوم أصبح الكل صراحة يتسوق وهو مرتاح وأيضا ممكن يتمشى. سوق مكيف. عجايزنا الله يحفظهم شبان بعد اللي ما يقدرون يمشون أيضا يقدرون على الويلتشير هني براحتهم ويتشرون. وأيضا مثل ما ذكرنا هناك سوق الجملة للعائلات الكبيرة يعني بعض العائلات يمكن ما يصرف تشتري بالكيلو اللي طبعا سوق الكيلو اللي نقلنا منه الحين. لكن في هذا السوق مثل ما ذكرنا السوق الشعبي اللي هو سوق العماني سابقا موجود في هذا الموقع وأيضا سوق الجملة وسوق الكيلو اللي كنا احنا فيه. أقول دائما سامحونا على أي قصور بذر منه من خلال نقلنا لهذه الفقرة. نتمنى تكون عجبتكم وحازت على رضاكم. والآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. ما من قصور خليفة الرميحي. يعطيك ألف عافية من سوق الخضرة. والله خليفة سوينا سياح أصلا في يعني الكلمات اللي استخدمها المصطلحات الصنطار والأشياء الثانية. وأيضا سوينا بعد جولة في سوق الخضرة من خلال الدول اللي ذكرها فيتنام أمريكا هولندا إيران التشيك يعني لبنان وغيرها. تعتبر أيضا سياحة داخلية. يعطيك ألف عافية خليفة. يعطيك ألف عافية. طبعا مثل ما شفنا يعني فيصل يعني السياحة ما تعتمد بس على شركات ولا مؤسسات ولا حتى الدولة ولكن تعتمد أيضا على أفراد من أمثال الإعلاميين أو حتى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الأفراد العاديين مو لازم يكون مشهور. فجميل جدا إحنا نجد هؤلاء الأشخاص يعملون على ترويج السياحة في دولة قطر واكتشاف بعض المناطق الجميلة جدا. عندنا مثلا منتجعات صارت يعني تكثر في الآونة الأخيرة ومن بينها منتجع المسيلة. رحت المنتجع ولا لا؟ صراحة أنا كانت عندي زيارة للمنتجع سريعة سريعة. هي كانت كان الهدف من الزيارة بس تصوير. ف
فرحت صورت كم من لقطة جدا ممتازة فنشرتها في مواقع التواصل الاجتماعي على انستغرام وأيضا تويتر. المنتجع من أحد أفخم المنتجعات الموجودة في الدوحة، وأيضا مش بس هذا هو، يعني الدولة حرصت كل الحرص أن تترك طابع الثقافة العربية القطرية الإسلامية في تصاميم المباني، في أيضا العنصر الأهم اللي هو عنصر الضيافة. فأنت علشان تبرزين الطابع، طابع الثقافة العربية الإسلامية، ف بيكون متركز على عدة أشياء. أولاً بيكون متركز على الضيافة، وأيضاً على المكان وتصميم المكان اللي الواحد يزوره، سواء كان من مجمعات، سواء كان أيضاً من منتجعات منتجعات. أنت بتقول فنادق. تجارية يعني مجمعات تجارية ومنتجعات أيضاً. هو نفس الشيء، يعني في كل منتجع مثل ما قلت فيصل حتى في جزء خاص ب يعني الأشياء اللي نقول إحنا عنها سوفنير أو الأشياء التراثية اللي ممكن تهديها حق الأشخاص اللي جايينك مثلا من برا. وفعلا المنتجع المسيلة من أجمل المنتجعات اللي ممكن نروج من خلالها للسياحة في قطر، لما يعني تحمله من ملامح تراثية وخاصة ببعض اللمسات اللي فيها لمسات قطرية بحتة. نشوف مع مشاهدينا هذا التقرير عن منتجع المسيلة ولنا عودة. المشهد من الأعلى يخطف الأنفاس، ومن الداخل يسرق الألباب. تجربة فريدة لا يمكن أن تعيشها إلا في منتجع المسيلة لوكجري كولكشن في الدوحة. منتجع صحي يضع على رأس أولوياته رفاهية وصحة الضيوف ضمن بيئة مفعمة بالاسترخاء والصفاء، تتنقل بك بين عوالم منسجمة يجسد كل منها طابعاً صحياً مميزاً. فمن الشرقي إلى الآسيوي فالغربي، أجواء تعيشها في منتجع واحد، بدءاً من غرف الإقامة والفيلات وصولاً إلى المطاعم وأماكن الترفيه، جامعة بين ثناياها الأصالة والحداثة في قالب منسجم. رحلة بين أطباق العالم تتذوقها في مطعم واحد. أكثر ما يميز هذا المعلم هو النادى الصحي الخاص بالسيدات، ذاك الذي يدخلك في عالم من الخيال. المسيلة بما تعنيه الكلمة من تدفق للمياه، تراها العين في كل زاوية من زواياه، وعند التجول في داخله ومحيطه على مساحة 14,000 متر مربع، ستكتشف أن المسيلة أكثر من مجرد منتجع صحي، فأنه يقدم تجربة استشفاء مصممة للمساعدة على التعافي من الآلام التي ترافق أجساد قاصديه، ثم تدخلهم في حالة من التوازن بين العقل والجسد. إنه مكان يكاد يكون فريداً من نوعه في الشرق الأوسط، يرسخ في ذاكرة زائريه وجهة من الصعب تكرارها في أماكن أخرى، ليضيف بذلك رونقاً خاصاً إلى رزنامة السياحة في قطر الغنية دوماً بالخيارات الجذابة. رجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد هذا التقرير هاشتاغ في قطر. من خلال هذا التقرير والتقارير الأخرى اللي عدوها زملائنا في تلفزيون قطر، حرصنا كل الحرص أن احنا نسلط الضوء على أهم المنتجعات والوجهات وأيضا المطاعم اللي موجودة في بلادنا الحبيبة قطر. وأيضا من خلال هذا التقرير لاحظنا وتابعنا وياكم مشاهدين الكرام شلون أن هذه المنتجعات مثل ما نقول تركت البصمة الخليجية، يعني خلال لقطات نقدر نشوف التراث القطري موجود لكن الأجواء جدا غير. فهذه فرصة جميلة أن الواحد يأخذ هلا أو يحجز شاليه مع ربعه يغير جو من باب كسر الروتين، وأيضا أن يستانسون مع جماعة. ليش مع ربعه؟ مع أهله؟
ما قلت هلا وربعه يعني. اي لا لا ربعه خلى الربع حق الثاني المنتجات خلى حقهن حق الاسره. لا بعد ايضا بعد الربع لهم لهم نصيب لازم يعني طلعه مع الربع وطلعه مع الاهل ما يخالف. يلا موافق يعني. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام من السياحه الداخليه ننتقل وياكم الى فقره الاخبار المحليه من مركز الاخبار مع زميلتنا نيفين محمد. في البدايه نصبح عليك بالخير يا نيفين ونقول الكلمه عندك. صباح الخير فيصل وصباح الخير شيخة ونصبح عليكم مشاهدينا الكرام ونحييكم من هنا من مركز الأخبار في تلفزيون قطر وهذا الموعد اليومي مع بعض الأخبار المختارة من صحفنا المحلية الصادرة باللغة العربية لهذا اليوم الأحد 27 من سبتمبر 2020 ونستهل هذه الجولة الصحفية بصحيفة الراية وخبر بعنوان نحول التحديات إلى فرص أكبر الباكر قطر من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة. وقالت الصحيفة إنه أكد سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن القطاع السياحي في دولة قطر شهد خلال مدة زمنية قصيرة نموا هائلا وأصبحت قطر واحدة من أهم الوجهات السياحية الصاعدة في المنطقة. وقال سعادته في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2020 الذي يصادف 27 من سبتمبر ويقام هذا العام تحت شعار السياحة والتنمية الريفية. قال سعادته فيما يواجه القطاع السياحي العالمي تحديات كبيرة نحتفل في يومنا هذا بيوم السياحة العالمي وكلنا ثقة بأننا سوف نتغلب على كل التحديات التي تواجهنا ونحولها إلى فرص للتقدم وتحقيق الإنجازات وهو أمر ليس بجديد على دولة قطر. وأضاف سعادته أن شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام يمنحنا فرصة فريدة لتعريف العالم بمناطقنا السياحية العديدة التي تقع خارج نطاق مدينة الدوحة والتي تتمتع بالغنى الثقافي والطبيعي الذي يضفي طابعا خاصا على تجربة الزوار. وتابع سعادته إننا نعمل على تطوير وتنمية مناطق مثل قرية زكريت وجزيرة بن غنام وجزر قطيفان وخور العديد وادخان وذلك من خلال تعزيز سياحة الترفيه والمغامرة خصوصا أن الوصول إلى هذه المناطق بات أكثر سهولة بفضل شبكة النقل المتطورة التي باتت تربطها بمدينة الدوحة. كما أشار سعادته إلى أن مع توافد ملايين الزوار على قطر خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 ستتيح الملاعب الرياضية التي يقع العديد منها خارج مدينة الدوحة ستتيح فرصة أخرى لتنمية هذه المناطق المحلية مما يساهم في دعم تطويرها. ننتقل الآن إلى صحيفة الوطن وعنوان تدشين معرض الدوحة التجاري حيث افتتحت شركة المسوقون القطريون بالتعاون مع شركة صقلية لتنظيم المعارض والمؤتمرات يوم الخميس الماضي الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر افتتحت معرض الدوحة التجاري والذي تستمر فعالياته حتى الثالث من أكتوبر المقبل وتأتي خطة انعقاد هذا المعرض بعد التوجيهات الحكومية بالرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا علما بأن النسخة الحالية من المعرض متنوعة من حيث المنتجات والشركات القطرية والعالمية. وحظي المعرض ومنذ انطلاقه بإشادة كبيرة من قبل الزوار والمشاركين فيه أيضا حيث استطاع أن يقدم إلى الزوار والمشاركين في آن واحد فرصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات وزيادة الوعي بالشركات العارضة لرفع مبيعاتها والتعرف على عملاء جدد محليا وإقليميا. محطتنا التالية في جريدة العرب وخبر اخترناه بعنوان أطباء ومتخصصون تقييم حالة مريض الزهايمر قبل السماح له بقيادة السيارة حيث أكد أطباء ومتخصصون في رعاية مرضى الخرف أنه لا يزال بإمكان بعض مصابي الزهايمر من الدرجة الخفيفة قيادة السيارات بأمان في حين لا يتمكن المصابون بالمرض بدرجة متوسطة إلى متقدمة لا يتمكنون من قيادة السيارة في أغلب الأحوال. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد الثاني
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن المصابين بالخرف يفقدون في النهاية القدرة على القيادة بأمان، لكن تتفاوت الفترة الزمنية التي يحدث فيها ذلك من شخص إلى آخر، إلا أن غالبية المصابين بالزهايمر يتوقفون عن القيادة بعد 3 سنوات من ظهور الأعراض الأولى للمرض. وأشار سعادة إلى أن العديد من المصابين بالزهايمر من الذين أمضوا معظم فترة حياتهم في القيادة قد يجدون صعوبة في تقبل حقيقة أنه لم يعد بإمكانهم قيادة السيارة، حيث يرتبط لديهم هذا الأمر بشعورهم بالتقدم في السن والإصابة بالعجز وفقدان الاستقلالية. ونشير هنا مشاهدين أن مصطلح مرض الخرف يطلق على مجموعة من الأعراض التي تحدث عندما يصاب الدماغ بالتلف نتيجة الإصابة بالأمراض مثل الزهايمر أو أمراض الأوعية الدموية التي قد تتسبب بحدوث الجلطات، وتتسبب هذه الأمراض في حدوث تراجع في القدرات الذهنية للشخص أو ما يسمى بالوظائف الإدراكية التي تؤثر على الذاكرة والتركيز والمنطق والتفكير السليم. ونحن بدورنا نتمنى السلامة لكل الآباء والأجداد الذين قد يمرون بأعراض الزهايمر، وأدامهم الله وأطال في أعمارهم بصحة وعافية ليبقوا في حياتنا، نستمد البركة منهم في حياتنا. خبرنا الأخير اخترناه من جريدة الشرق ويقول العنوان: مدير عام كتارة خالد الصليطي انطلاق معرض سهيل 4 في 20 أكتوبر. وذكرت الصحيفة أنه أعلن الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عن انطلاق معرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل 4 في 20 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 140 شركة مختلفة ومهتمة بمستلزمات رحلات الصيد البري والبحري من 14 دولة حول العالم، إضافة إلى مشاركة شركات السيارات المجهزة للرحلات البرية. ولفت إلى أن معظم الشركات التي كانت حاضرة العام المنصرم سوف تكون متواجدة في النسخة المقبلة من مهرجان كتارة الدولي للصيد والصقور. مشاهدين، كانت هذه جولة سريعة في بعض الأخبار المختارة من صحفنا المحلية الصادرة باللغة العربية لهذا اليوم. موعدنا يتجدد بإذن الله في نفس الوقت. لكم منا كل التحية من هنا من مركز الأخبار، وعودة الآن إلى الزملاء في استوديو برنامج في الضحى. إليكما شيخة وفيصل. يعطيك ألف عافية زميلتنا نبيل محمد من استوديو الأخبار. نبيل، بسألك سؤال، أنت كنت رادة من إجازة يعني أثناء وتواجدك طبعا في قطر، سويتي ترويج حق السياحة؟ لا والله، أنا كان كل الإجازة كانت كلها في البيت في المنزل مع العائلة. ما طلعتي يعني؟ يا خسارة، ومش سياحة بيتية يعني. إن شاء الله مع الحين تخفيف القيود المفروضة إن شاء الله مع الوقت. روحي منتجع المسيلة اللي شفناه الحين طبعا، هي لأنه يعني جدا جدا جميل عن تجربة يعني. أكيد إن شاء الله. يعطيك ألف عافية زميلتنا نبيل محمد، وكانت هذه جولة إخبارية من استديو الأخبار، وراح ناخذكم في جولة حول الطقس. الطقس اليوم شفته؟ صراحة الأيام قاعدة تمر علينا والجو أيضا بعد قاعد يتحسن. أنا بشوف أنا يعني الحين ذاكرتك اليوم الحرارة كانت كم؟ والله للأمانة ما انتبهت حق الحرارة على كثر ما كنت مشتاط إن قايم أبي أتريق في مكانة مخمخ وأجي أقدم الحلقة. زين، أنا بقول حق المشاهدين بس كان جو حلو. الفجر كانت درجة الحرارة مرة 27 مرة 28. على بما جيت أنا طبعاً الصبح حق التلفزيون كانت الحرارة 38، يعني مقبول بالضبط. بس إحنا راح نتأكد من كل هذه الأخبار من وين؟ من الهيئة العامة للطيران المدني بالضبط. مع زميلتنا طيف الجلابي وأرصاد هذا اليوم، ونقول لك صباح الخير يا طيف. صباح النور، يا هلا، صباحكم الله بكل خير. يا هلا بالنور والسرور. نبي نعرف طبعا احنا انا وفيصل ومشاهدينا وكل اللي قاعد يشاهدنا اليوم احوال طقس هذا اليوم وباقي الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله الاجواء بشكل عام هالايام مستقره، بتكون يعني مستقره وما في اي تحذير على الساحل ولا دخل البحر، والطقس حار في النهار مع سحب محليه وبيكون رطب نسبيا في الليل. الرياح السائدة أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة. أما عن البحر، يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 2 قدم، يصل 3 قدم داخل البحر، والرياح فيه شمالية غربية إلى جنوبية غربية من خفيفة إلى معتدلة السرعة،
وتكون الأجواء مناسبة لممارسة كافة الأنشطة البحرية. بالنسبة لدرجات الحرارة، سجلت أدنى درجة حرارة في الغويرية وكانت 24 درجة مئوية، ومن المتوقع اليوم تسجل أعلى درجة حرارة في الدوحة 41 درجة مئوية، حيث سجلت الصغرى في صباح اليوم 29 درجة مئوية. هذا والعلم عند الله، ونذكر الجميع بمتابعة آخر تحديثات الطقس عبر حساباتنا الرسمية وتطبيق كيوذر. شكرا لكم. المتنبأ الجوي طيف الجلابي من الهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف عافية لك وللقائمين أيضا على إيصال المعلومات الصحيحة بما يخص الطقس وأيضا التحذيرات الجوية. أكيد، وإحنا دام تكلمنا اليوم عن السياحة، ما أدري أحس فيك ضحكة، أنت تضحك ما أدري ليش، بس إحنا تكلمنا اليوم عن السياحة، ويعني في قطر أيضا، يعني من شوي تكلمنا أيضا عن الأفراد اللي قاعدين يروجون حق السياحة في دولة قطر. ممكن الفرد يروج يعني من خلال مهنته عن السياحة لدولة قطر، وما في أجمل من الزي القطري، حيث نظمت وزارة الثقافة والرياضة إدارة التراث والهوية جلسة ثقافية حول الأزياء الشعبية القطرية وكيفية تطويرها وسبل الاستفادة منها في التصاميم العالمية، وذلك بمشاركة المصممة القطرية إلهام الأنصاري، مصممة أزياء يسعدنا اليوم أن نرحب فيها، وهي طبعا يعني غنية عن التعريف، خاصة أنها قاعدة تصمم الأزياء من خلال روح التراث القطري. يسعد لي صباحك إلهام. صباح الخير. يا مرحبا. طبعا اذا بصراحة في البداية أصبح عليك بالخير وقلت سعداء بتواجد معنا في برنامج في الضحى. إذا نتكلم أول شيء عن مشاركتك في الجلسة النقاشية في إدارة التراث والهوية. بالنسبة للجلسة النقاشية اللي كانت يوم الثلاثاء الماضي مع إدارة التراث والهوية، ناقشنا فيها ثلاث محاور، وزعناها على الملابس التقليدية، منها الدراعات وأنواعها والثياب وأنواعها والعبايات وأنواعها، طبعا كلها أزياء تراثية قطرية. إلهام، يعني ما شاء الله، يعني شهادتي فيك مجروحة، لأن أنا جيت بنفسي وشفت الكمية الكبيرة جدا من الأزياء الشعبية اللي أنت مصممتها من وحي أفكارك ومن وحي التراث، يعني كلها كانت تلامس التراث القطري والخليجي البحت. تقولي لنا عن بدايتك إلهام، كيف كانت الانطلاقة لعالم الأزياء؟ بالنسبة لبداياتي كانت في 2006-2007 بمشاركتي بمهرجان الدوحة الثقافي على مدى سنتين. طبعا المشاركة كانت جدا بسيطة بعدد 6 قطع مستوحاة من التراث القطري. هذه كانت البدايات، ومن ثم انتقلت أني يعني حددت نفسي أن أنا أمشي على خط الملابس التقليدية والمستوحاة من التراث، منها يعني أكون يعني ملمة بالقطع التراثية القديمة، الخطوط، الزخارف التراثية بأنواعها الواسعة، القصات، طبعا كل شيء له قصة، الثوب مثلا ثوب النشل، الثوب هو المعروف انه هو واسع من اليد وطويل، من يكون طول الانسان من الامام وله ذيل من الخلف، مثل ما قاعد نشوف نشاهد في الصور ايضا. نعم. الثياب منها انواع، عندنا ثوب النشل، عندنا ثوب المفحح، عندنا ثوب نقده، وثوب الكرار. طبعا هذه المسميات كلها تختلف من ثوب الى لثوب الاخر. طبعا الثوب لازم ينلبس تحته ايش؟ الدراعه، لانه هو عباره عن خام شفاف. الثوب دائما يجي شفاف. المفروض ان الوحده تلبس تحته الدراعه. الدراعه ممكن تكون بدن وتنفايه، ممكن تكون لحياصه اللي احنا نسميها زم حاليا. ممكن هاي الانواع من الدراريع اللي ممكن تلبسها تحت الثياب. إذا احنا نتكلم، يعني انت ذكرتي اللي هو في اول بداياتك من 2006-2007 اللي هو الانطلاقه، فعلى مر الايام، على مر السنين، شلون قدرتي مثلا تطورين من هذه الموهبه او من هذه المهاره بالتحديد؟ بالنسبه لتطوير الملابس التقليديه، حاولت اني اركز على الخطوط وقصه اللبسه نفسها،
يعني ما أكون ماشي على نفس الخط، ولكن ممكن أدخل فيها أقمشة حديثة، يعني تصميم قديم وقماش جديد، أو ممكن أركز على الأقمشة القديمة وأدخل فيها القصات الحديثة، وفي نفس الوقت الزخارف ممكن أطورها بطريقة، ممكن بدل ما تكون مثلا بطريقة بالخطوط البريسم والزري طبعا بالذهبي أو الفضي، ممكن نخليه بالشيك، ممكن نخليه بالترتر، يعني نستخدم أساليب جديدة أدخلها معه على أساس أني أقدر أطور التراث نفسه. جميل. إلهام، يعني معروف طبعا، يعني قبل كانوا يلبسون الألوان الواضحة الصريحة الفاقحة، ولا زالت الحين طبعا مرغوبة يعني. فتكلمين عن الألوان هذه، هل يعني أنت يعني حابة تستخدمينها مثل ما بنشوف الحين بالصور، هل أنت حابة تستخدمين هذه الألوان أو في طلب عليها؟ بالنسبة للألوان الفاقعة دائما أستخدمها في عروض الأزياء، خاصة لما يكون عرض الأزياء خارج قطر مثل ما نشوف في الصورة يعني. نعم. نعم. المجموعة هذه احنا حضرناها لعرض أزياء أمريكا إن شاء الله، تأجل على أساس كورونا، إن شاء الله على السنة الجاية في إبريل إن شاء الله العرض بيكون هناك. اخترنا بعض القطع ونشتغل على مجموعة جديدة منها، وفي نفس الوقت بالنسبة للألوان الفاقعة مش كل أي زبون يعني ممكن يحب اللون الفاقع، على حسب اختيار الزبون. نعم. جميل. طبعا احنا نتكلم عن اللي هو انت ذكرتي حاليا مشاركتكم في أمريكا إن شاء الله بإذن الله للمعرض الأزياء اللي راح يكون في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الأشياء اللي تطلبت منك كإلهام أن أنت توصلين لهذا المستوى، أن بحيث أن توصلين الأزياء إلى العالمية؟ طبعا هذه مش أول عرض لي خارج قطر، عندنا عروض سابقة ذكرناها من قبل في لقاءات سابقة. هو يعني الشيء اللي كنت أتمنى أني أعرض الملابس التقليدية القطرية بشكل خاص، والملابس بشكل عام بالنسبة للدول الثانية، تعريف المرأة القطرية، إيش تلبس المرأة القطرية، إيش زيها يكون داخل البيت وخارج البيت، الأم إيش تلبس، البنت إيش تلبس، الجدة إيش تلبس، المراحل العمرية اللي تمشي فيها البنت من تبتدي من 14 سنة وطالع. يعني العرض لما يكون برا كأنه مسوينه، يعني كأنك عايش في قصة، اللي يعني ترجع على ممكن قبل 50 أو 60 سنة ورا، تتذكر الأيام اللي عاشوها الأباء والأجداد بالملابس التقليدية، كيف الأم كانت تلبس العباية، عباية الرأس. طبعا احنا ما ذكرنا إيش أنواع العبايات، عبايات الرأس منها أم اسمكة، عباية أم قبع، أو عباية ممكن تلبس اللي فيها العمايل، والعمايل معروف فيها ممكن تكون من الذهب أو من اللولو أو بالخيوط الذهبية أو الفضية. نعم. إلهام، يعني هل ممكن في المستقبل يعني نشهد معهد لتدريب الخياطة التراثية على يد إلهام؟ بالنسبة لمعهد كبير يعني بالنسبة لي، ولكن بما أن حاليا فتحنا البوتيك الجديد يضم مجموعة من القطع ومن الأنواع، يعني ممكن التعريف بالخطوط والأشكال التراثية مش يكون تدريب كخياطة، لا، التعرف على أنواع الخطوط والقصات والأقمشة المستخدمة، على أساس أن الواحد يحافظ على التراث بهذه الطريقة. جميل. طبعا شيء جميل مثل ما احنا ذكرنا في البداية أن الواحد يوصل رسالته، وأيضا يكون متمسك بعاداته والتراث والأشياء اللي ترمز لهويته القطرية وين ما كان، سواء كان في قطر أو خارجها. فكل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم، المصممة الأزياء القطرية إلهام الأنصاري، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك
للأمام دائما يا رب. إن شاء الله إن شاء الله الله يجزيكم خير بالتوفيق دائما. الله يسلمك. بالتوفيق. طبعا مشاهدين الكرام احنا تكلمنا شوي عن الأزياء القطرية وتكلمنا عن السياحة، لكن حاليا راح نطلع معاكم التقرير عن الزراعة ونشوف عن المسطحات الخضراء. نشوف معاكم هذا التقرير ولا نعوده. تتميز قطر بوجود عدد كبير من الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تشكل نقطة جذب سياحي داخلياً وخارجياً، وتستقطب عدداً كبيراً من الأسر الذين يقصدونها بهدف الاستمتاع بالأجواء المفتوحة خارج المباني والتنزه في منطقة خالية من حركة السيارات. كما تعد الحدائق العامة والمتنزهات أماكن مثالية لألعاب الأطفال، ويتوفر بالعديد منها خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني، وقد حرصت الجهات المختصة على إنشاء العديد من الحدائق العامة التي تواكب تطورات العصر ومتطلبات الجمهور، حيث تميزت الحدائق العامة بتنوعها وغناها النباتي، وشهدت إدخال طيف واسع من النباتات التي تستخدم لأول مرة في قطر من النخيليات والأشجار، بالإضافة إلى توفير برك مائية ممتدة على طول محور بعض الحدائق ونوافير وشلالات مائية. كما روعي في تصميم الحدائق توفير مناطق لممارسة الرياضة ومسارات مخصصة للمشي وأخرى للركض ومسارات للدراجات الهوائية إلى جانب ملاعب كرة قدم. ومع تحسن الطقس يتوافد الجميع للحدائق العامة للاستمتاع بجميع الميزات التي توجد في مكان واحد والتي تسعد جميع أفراد العائلة. مجددة مشاهدين، واليوم يعني يومنا كله سياحي فيصل، تكلم سياحة رايحة وسياحة جاية. أنا ما أدري من الصبح أنت فيك الضحكة، ما أدري ليش إيش قاعد تضحك على شنو بالضبط الموضوع؟ ما في بصراحة، قاعد نتكلم عن السياحة وهذه الأمور كلها، لكن مش كده أحس إن فريقنا دائما اللي هو ماله يعني دائما ماكلين حقه، فهالفقرة بتكون دائما مخصصة عن السياحة الداخلية، لكن وشو للجانب النسائي. أغلبية الناس حالياً حابين يطلعون نشاطات، حابين يغيرون جو، وأيضاً يستغلون الفترة اللي هم فيها، فترة اللي هو إنه ما في سفر في النشاطات وهذه الأمور كلها. فأحرصوا الجماعة في دولتنا الحبيبة قطر أن أيضاً يكون القطاع السياحة يضم الكل، لا يفتقر بس على العنصر الشبابي، وأيضاً يشمل العنصر النسائي، وأيضاً تعتبر من أهم الاستراتيجيات في دولتنا الحبيبة قطر تنمية الاقتصاد، وأيضاً من خلال رفع الوعي لأهمية السياحة الداخلية وتحقيق رؤية قطر 2030. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، عن السياحة الداخلية. صرنا نستضيف نورة العامري منسق رحلات سياحية داخلية، سعداء بتواجدك معنا اليوم في برنامج في ضحى. أنا أسعد والله بتواجدي وياكم. يا مرحبا ومسهلا فيك. أسألها أنا بمن الجانب النسائي. تفضلي الموضوع عندك. طبعا نورة سعيدين جدا باستضافتك. أكيد لما نتكلم عن السياحة نتكلم عن السياحة الداخلية وأيضا العالمية. شلون تشوفين السياحة الداخلية يعني نقول قامت قومتها بالذات في فترة كورونا في دولة قطر وأهميتها بالنسبة لاقتصاد الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على الاستضافة صراحة، لأن حبيت الناس تعرف أن دولة قطر فيها سياحة داخلية قوية، بس الناس كلها عندها فكر لا قطر ما فيها سياحة، الصيف حر وين نروح وما دي. لا دوحة فيها سياحة صيفية وشتوية. أنت صدمتيني بس مقطع كلامك، صدمتيني قبل الهوى قلتي 23 رحلة. 23 رحلة عندي في شركة ما شاء الله. أنا ما بقول كشركة، بتكلم عن السياحة بشكل عام، بس إحنا كشركة عندنا مصنفين 23 رحلة داخلية في قطر الدوحة. 23 يعني 23 مكان تقدر تزوره في قطر، يعني لما تجينا حتى الناس من برا ما يقدرون يغطون كل هالأماكن في قطر، كل يقولون قطر شنو فيها؟ لا فيها
فيها سياحة، المجلس الأعلى للسياحة يعني ما يقصر يدعمنا دعم قوي يعني، وفعلا وسوينا شغل قوي في الدوحة، فأنت يعني طلعنا أماكن سياحية وايد حلوة بغض النظر عن اللي سوتها الدولة، والمكتب الهندسي ما قصر وسوى أماكن كثيرة سياحة داخلية، لكن لما أنت تقسمها حق اللي يجيك من برا أو حق المواطن أو حق المقيم في الدولة إنه شلون يزور هالأماكن، يحس إن عندنا سياحة قوية وكبيرة. طب يعني سياحة الصيف بالذات، أنا ما بيحرق الموضوع، عندنا سياحة صيفية ما حد يعرف عنها إن عندنا سياحة صيفية، هم يفكرون بس يروحون البحر، الشباب إن يروحون البحر يصيدون سمك ولا يسبحون ويدون، بس إحنا عندنا جانب ثاني للسياحة الصيفية. جميل جميل جدا. يعني يمكن الجوانب الثانية ما بيقول إن هي مختصة صارت بالنساء، ولكن حتى الشباب إذا بحثوا يعني أكيد. طبعاً. فتكلميني عن الرحلات، كم رحلة تنظمون أنتم في الأسبوع مثلاً أو في الشهر، وكم عدد الأفراد اللي يكونون موجودين سواء كانوا النساء أو حتى كانوا يعني بنات؟ إحنا رحلة عندنا مفتوحة على طول السنة، يعني ما في أيام محددة، يعني كل ما صار عندنا مثلاً إحنا أكثر شيء إحنا الشركة تعتمد على الجروبات، فإحنا نطلع مثلاً نطلع رحلة ونكتب جروبات. فاللي يجتمعون معنا جروبات، فأقل جروب عندنا يكون 5 أو 10 سيدات. مع فترة الكورونا طبعا الاحتراز نقلل العدد على حسب المكان، يعني مثلا إذا عندنا مثلا رحلة سمبوك، السمبوك إذا يأخذ 40 وحدة احنا نأخذ النص 20. الحين طبعا مع 30% يقل يصير 10، فعلى حسب الوقت والاحتراز. مثلا عندنا رحلة الحيتان مثل ما قلت لك إياها، هذه 8 سيدات فقط على حسب ما تحدد لنا المجلس الأعلى أو البلدية. نعم. فالعدد في الوقت الحالي طبعا مقلل أساس الاحتراز وجائحة كورونا، بس لما تخلص الجائحة بإذن الله العدد يزيد يختلف. يعني في قطر في حيتان يعني مو في حيتان، يعني في حيتان عندنا حيتان، هذه السياحة الصيفية قد ما بحرقها عليكم، هذه السياحة الصيفية عندنا، عندنا دلافين، عندنا حيتان، يعني عندنا والناس تروح تغطس وتسبح مع الحيتان وتصورهم ما شاء الله. في عندنا اسمها شغله اسمها الحوت القرش، اذا سمعتوا عنه الويل شار، عندنا اكبر محمية تقريبا، تعتبر ثاني اكبر محمية في العالم ما شاء الله، تقريبا 650 حوت موجود في قطر ما شاء الله تبارك. فاي فلما تروح انت في، هو يبدا من شهر 6 لشهر 9 صيفيه، لان هم يحبون الاجواء الحاره، فلما تروح انت تشوفه هناك على مد النظر تشوف الحيتان قدامك. جميل. ينزلون يسبحون وياهم، بس لا تترك مسافه 5 أمتار لان الحوت يخاف، واحنا ما نحب ناذيهم او نخوفهم عشان انه ما يعني يروحون ما يرجعون لنا، فنحاول نحافظ على هالثروه اللي عندنا، ثروه سياحيه وثروه بيئيه نحافظ عليها، واحنا نتبع طبعا تعليمات المجلس الاعلى والبيئه، في لهم تعليمات معينه ان شلون نحافظ على هالثروه اللي عندنا. اكيد. طبعا من خلال ترتيبكم وتجهيزكم للرحلات خلال هذه الفتره، وايضا استغلال السياحه الداخليه من اجل زياده وعي الناس على اهميه المناطق اللي موجوده عندنا والفعاليات، شلون شفتوا تجاوب الناس؟ شلون اقبال الناس؟ استفساراتهم؟ الاخذ والعطاء بما يخص السياحه الداخليه؟ انا اول مره اشوف اقبال قوي في السياحه الداخليه في هالوقت، لأن الكل ما قادر يطلع، وحتى اللي يقدر يطلع يخاف من رجعة والحجر، فأقول أنا بحب الحجر أسبوعين هناك وأسبوعين في الدوحة راحت إجازتي كلها بالضبط. فيفضلون يقعدون في الدوحة، فتموا يدورون على الشركات السياحية، فيمكن إحنا من أكثر الشركات النشطة شوية في الدولة، أنا مش قصورة في الشركات الموجودة، بس إحنا نشيطين أكثر يعني في الإعلان والدعاية وكذا، فعندنا قبل كبير يعني مو ملحقين إحنا على ما شاء الله على الكمية، لأن إحنا نساء والنساء أكثر ناس ضجرانة في البيت، وعرفتوا شلون توجهون الفئة اللي نختارها نوجهها، فهم أكثر الناس اللي يحنون في الصيف على السفر، فلما ما في سفر فضجرانين يبون يطلعون. استانس هو ضحك الحين ضحك لأن احنا متضايقين. طيب احنا نتكلم هنا عن السياحة الداخلية، السياحة الخارجية أنت عندك شركة سياحية يعني نورة، شلون أنت تخلين اللي معاك الأفراد اللي قاعد تودينهم في الخارج يحملون السياحة القطرية أو يحملون الملامح القطرية للترويج للسياحة القطرية خارج قطر؟ شوفي خلينا نبدأ أنا شلون طريقتنا إحنا في السياحة الخارجية أساساً، بما حكم سياحتنا نسائية ففيها وايد خطوات نسويها قبل ما نطلع من الدوحة، يعني حفاظاً على سلامة اللي بيروحون معاي. نعم. يعني أنا أول شيء لازم أتواصل مع سفارات قطر في كل أنحاء العالم، يعني ما أطلع من الدوحة لسفارتي اللي في البلد اللي رايحتها عارفة أنا وين رايحة، شنو مسار رحلتي، من اللي معاي، أوقات أطرش لهم حتى صور الجوازات في احتمال
ضاع جواز واحده لا قدر الله، انسرق جوازه، صوره الجواز تكون عند السفاره موجوده. العلاقات العامه مات السفاره تكون على تواصل مستمر معي من اروح لين ارجع، فهذه امان اصلا للمجموعه اللي تروح معي. المجموعه اللي تروح معي مش اقل من 10 لين 20، فهالعدد يعني ناخذهم وما اكثر عشان ما تكون يعني تدرين يعني الحريم اللي طلعت برا صعب الكنترول عليهم. لا دخلت بدل دخلت شارع في سوق تعالي دوري المسك ذي والمسك ذي. فأكون في عقد، طبعا العقد هاي في نحط لها شروط احنا العقد، ان مثلا ما تنفرد بروحها لوحده، اذا ما تطلع مع الجروب تكون مسؤوله عن نفسها، مو باقل من 18 سنه يعني قاصر ما تطلع معاي، لازم تكون معها ولي امرها يعني امها يا اختها، ممنوع تحدد تكون اكبر من 18 مسؤوله عنها. فنطلع الرحلات وتكون برنامج مرتب ومنظم من شركة متفقين معاها، كن هناك ولازم تكون سفارة عارفة الشركة وتبحث لنا فيها إذا هي شركة ما تكون وهمية وتكون شركة يعني معروفة. وهم نتواصل مع سفارة البلد في الدوحة أكيد. يعني مع سفارتين في الدوحة وسفارة هناك بالضبط. فيكون يعني وضعنا في أمان أكيد. يعني تطلع باص وتنتقل من منطقة لمنطقة، فهذه لازم يكون لك أمان شوي يكون هذه. فهناك إحنا لما نروج عن السياحة دائما 2022 هذه شعارنا، يعني وين ما نروح في اي مكان نقول احنا من قطر، في بعضهم ما يعرفون قطر وين، قلت احنا 2022 عندنا الاولمبيات عندنا كذا بالضبط. لازم تيون قبل تشوفون الدوله قبل المباريات وكذا، فنوجه دعوات للشركات، الشركه اللي تستقبلنا أكيد. لازم يكون في تبادل يعني أكيد. انا اول اجيب لكم ناس انت تجيبوا لي ناس للدوحه بالضبط. بس التبادل ما بين تبادل السياحي ما بين الدولتين. فطبعا للاسف نداهمنا الوقت، وصلنا على ختام البرنامج. منسق رحلات سياحيه داخليه نوره العامري، شاكرين تواجدت معنا اليوم واستمتعنا بصراحه بالحديث وياك عن موضوع السياحه، كل الشكر. الله يعطيك الف عافيه اخت نوره. طبعا مشاهدينا مثل ما شفنا اليوم اخذناكم في سياحه متنوعه وجميله، نشوفكم في حلقات قادمه، نلتقي فيكم، مع السلامه. مع السلامه.